الكلام الذي قلته. من مظاهر أن اللسان هو الآمر أن يتناول المرء الناس بالغيبة والنميمة والتهمة. يقول الإمام علي: إن هذا اللسان جموح. الحيوان اللي طالع من طوره في حالة الجموح في حالة التمرد يقول: إن هذا اللسان جموح بصاحبه. ثم يقول: والله ما أرى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه. هذا لسانك، لا، لسانك لازم تخليه في صندوق حديدي ياخذ وقت حتى تفتحه. تجيب المفتاح، تدور المفتاح، تجي على القفل في مثلا أرقام معينة بعدين تطلعها. وبعد أن يقول اللسان ما ليس في القلب، هذا هو النفاق. قلبه شيء ثاني، ده يقول هو شيء آخر. يعني يشعر، يعيش المرء في حالة من النفاق لأن اللسان هو الآمر وهو الحاكم. لا بد أن نعرف أن ما نقوله يعود إلينا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في عندنا رواية: وهل يدخل الناس النار إلا حصائد ألسنتهم. أكثر الناس يدخلون نار جهنم نتيجة شنو؟ نتاج لسانه. في كتاب شفته عنوانه ما أتذكر أنه معاصي اللسان، أكثر من 100 معصية يمكن أن يعصي هذا اللسان ويورط الإنسان، أكثر من 100 معصية. سؤال: ماذا نعمل في هذا اللسان حتى لا يتأمر علينا؟ شو نسوي له؟ 1، أن نعرف الأخطار وشنو يترتب على اللسان. فالحياة كلها عبارة عن صدى أعمالنا وصدى أقوالنا وحتى صدى تفكيرنا. اقلع الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. يوم اللي لا تنوي شرا لأحد ولا ينوي شرا لك.